استاذ صلاح اسمع الكلمتين اللي هقولهم لك. انا نما الى علمي يا استاذ الاساليب المشينه اللي بتستخدمها في الشركه مما يسيء الى مدير شركه اوسكار للدعايه. انا والدي الله يرحمه ما كانش ممكن يسمح ابدا بحدوث مثل هذه الاشياء. بعد ما انا بقيت رئيس مجلس اداره الشركه لا يمكن اسمح ايضا بحدوث مثل هذه الاشياء. ولذلك فانا اطلب منك تفسير فوري وحالي. دافع عن نفسك يا استاذ. بقول لك دافع عن نفسك يا استاذ. اتكلم. ليه كده يا صلاح؟ انت عارف العصايه دي بالنسبه لي تبقى ايه؟ دي تبقى شخصيتي. انت كسرتها. خلاص يا علي ما تعيطش، هجيب لك واحده تانيه. ايه بقى الحكايه؟ ابدا، ده جاتني شكوى من عيله بنيله. شكوى ايه؟ من عيله بنيله عنك وعن اللي بتعمله باسم الشركه، من واحده اسمها ميسه توفيق. مين؟ ميسه توفيق مندوبه جديده للدعايه بوكاله حسن وحسني وحسنين. قالت ان انت سرقت منها حمل دعايه ورنيش مرسي بطرق غير شريفه، وانك خدت الراجل سكرته وضحكت عليه بشويه، باختصار يعني مضيته على حمل دعايته معانا وهو مش دريان بيعمل ايه. مرسي ده اشتكى لك؟ مرسي انا ما اعرفش مرسي ده هي اللي بتقول. يبقى خلاص ماليش دعوه انت، انا هبقى اتصرف. ماليش دعوه؟ ماليش دعوه ازاي؟ انت عارف الاليسه ميسه هددت بايه لو ما رفدتكش من الشركه؟ الاليسه ميسه هددت بانها هتقدم بلاغ للغرفه التجاريه تتهم شركتنا فيه بانها بتتبع اساليب ملتويه وغير شريفه علشان تاخد الدعايات. واكتر من كده، اكتر من كده يا استاذ، دي بتقول انها هتخلي الغرفه التجاريه تسحب السجل التجاري بتاعنا. حاضر، مجرد ان انا اسيب الشركه كام يوم علشان اريح اعصابي ارجع عليها خلاص بتغرق، وحضرتك في سابع نومه ولا على بالك يا استاذ. مصايب حواليا من كل جانب، مصايب في كل مكان تحيط بيا، وانت في وسط كل ده انت فين؟ انا مش لاقيك. لكن لا، انا بصفتي رئيس مجلس الاداره والمسؤول الاول والاخير لشركه اوسكار للدعايه انا احتاج. علي ممكن تسكت شويه وتسمعني؟ انا سهران طول الليل عشان خاطر شركه اوسكار للدعايه بتاعتك دي، وجايب لك عقد للشركه بحوالي 25,000 جنيه عشان خاطر شركه اوسكار للدعايه بتاعتك دي. اما حكايه انك انت سبت الشركه كام يوم عشان تريح اعصابك، فانت بقالك حوالي 3 اشهر ما عتبتش الشركه خالص يا علي، ودي احسن حاجه عملتها في حياتك عشان خاطر شركه اوسكار للدعايه بتاعتك. والله بقى انا ليا اسبابي اللي خلتني ابعد عن الشركه الكام شهر دول. وجودي بيأثر على نفسية الموظفين، بتجيلهم حالة اكتئاب لما بيشوفوني، عشان كده قلت أحسن إني ما أوريهمش وشي خالص. مش كده أحسن برضه يا صلاح؟ علي ممكن تروح البيت وتريح أعصابك وتسيبني أنا أشتغل. أنت ما أنتش مقدر موقفي يا صلاح، ما أنتش مقدر مأساة حياتي. مأساتي يا صلاح إني أنا اتولدت غني. بس صدق انك غني؟ ايوه، وارجوك ما تتريقش، الاغنياء دول غلابه جدا يا صلاح، حتى ربنا قال طوبى للفقراء ما قالش طوبى للاغنياء، حتى ربنا ما بيحبناش. انت بتعمل ايه؟ مالو وكاله حسن وحسني وحسنين. الانسه ميسه ايه؟ ميسه توفيق. الانسه توفيق لو سمحت. ميسه توفيق، ايوه. قولي لها صلاح فؤاد اهو كده اعتذر لها. ها قول لها ان اللي حصل ده كان غصب عننا، ووعدها انه مش هيتكرر تاني، وانه كان مجرد سوء تفاهم.
ايوه الانسه ميسا. من فضلك حضرتك كنت اتكلمتي مع الاستاذ علي عبد الظاهر في مواضيع كده، ممكن اطلب من سياده الخدمه لو سمحتي. لو سمحتي بعد كده ما تبقيش تحشري مناخيرك اللي قطعا عامله زي زلومه الفيل في شغلي. لا صلاح لا. ومن فضلك عايز اطلب منك حاجه تانية، مالك انت ومال الاعلانات والدعايه؟ ها انت تشتغلي ممرضه بلانه مرضعه؟ اشتغلي مرضعه، مرضعه تبقى كويسه قوي قوي فيه، مالكيش دعوه بالدعايه خالص. انت فاكر حضرتك انك بتشتغل في الدعايه؟ انا لولا ان انا ست ومحترمه كنت قلت لك شغلانتك دي اسمها ايه. اسمها ايه؟ اسمح لي اقولها لك بطريقه تانية، انا ما بستخدمش وسائل الاثاره الجنسيه للحصول على حمل الدعايه زي ما حضرتك بتعمل. ايه ده والله؟ امال بتستخدميها امتى؟ ما بستخدمهاش خالص. طب ممكن تبقي تعزلي جوزك لو سمحتي؟ لعلمك يا استاذ انا مش متجوزه. اها دلوقتي بقى كل شيء بقى واضح. ايه هو الواضح؟ اصل طبعا مفيش راجل هيتجوز راجل زيه.